لا مشاريع لإعادة تدوير النفايات الصلبة والاستفادة منها في البصرة هنا، ما يفاقم خطر التلوث مع اعتماد وسائل بدائية كالتمر دون مراعاة الشروط البيئية. شركات تقدمت مؤخرا لتنفيذ معمل يعالج تكدس القمامة عبر الاستثمار، لكن نقطة الخلاف تكمن في شراء الطاقة الناتجة من عمليات التدوير. تدوير النفايات راح ينتج من عندها طاقة كهربائية، أغلبهم اللي جاي يقدمون هي إنتاج طاقة كهربائية، مطلوب من الدولة شرائها، وإحنا كحكومة البصرة يعني الحمد لله والشكر ما محتاجين شراء طاقة كهربائية، لأنه البصرة أساسا هي جاي تصدر. كرئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار أكيد أفضل أنه يكون مشروع استثماري، ما أريد يكون تشغيل مشترك بين الحكومة وبين المستثمر، أفضل أنه يكون شخص واحد هو يتبنى هذا الشيء، حتى بالتالي هو المسؤول عن نجاح المشروع أو فشله. لجنة الخدمات في مجلس المحافظة رفضت إحالة المشروع إلى الاستثمار، وترى أن أفضل طريقة للتخلص من القمامة هي الاعتماد على القطاع الحكومي المتمثل بالبلدية التملك وفرة في الأيدي العاملة. هذه الوفرة وهي الأيدي العاملة الحكومية الموجودين بالدائرة إذا ما تنهض هي بالواقع الخدمة، شنو الجدوى من تعيين هكذا كم هائل من التعيينات؟ يعني نخلق بطالة مقنعة بداخل مؤسسات الدولة أم نستثمر وجودهم، حتى يعني إذا جيب شركة استثمارية وعندك التشارك عطلت مؤسسة الدولة، خل مؤسسات الدولة هي تنهض بالقطاع الخدمي. ولا تتوفر إحصاءات عن كمية النفايات التي تطرح يوميا، لكن بعض المختصين يحذرون من حرقها أو طمرها حفاظا على البيئة، مشددين على أهمية تبني مشروع تحويل النفايات إلى طاقة مستدامة. أنصح أن النفايات لا تعالج بالحرق المباشر، لأن هذا يؤدي إلى خسارة طاقة معينة وزيادة الأمراض من قبل انطلاق الغازات من الأعداد السامة. والشيء الثاني الطمر، أنا أنصح نتجاوز هذه مرحلة التمر ونروح إلى مرحلة تحويل النفايات إلى طاقة. الآن العالم كله متجه هذا الاتجاه، تحويل النفايات إلى طاقة، طاقة أما كهربائية أو يكون طاقة غازات أو يكون طاقة وقود. وتعاني البصرة من مشكلة في إدارة ملف التخلص من النفايات وفق المعايير البيئية، ما يجعلها عرضة للتلوث والأمراض. سعد قصي، يو تي في، محافظة البصرة.